السلام عليكم أعزائي المتابعين. اليوم حلقة جديدة، وحلقتنا اليوم في شوارع أربيل، مدينة أربيل. هذا الشارع احنا اللي ماشيين به هو شارع 60 متري، كما تلاحظون شارع كبير وواسع، وكما تلاحظون أيضا الشارع يتكون من سايدين، سايد ذهاب وسايد إياب، وكل سايد يتكون من 3 حارات يعني حتى تمر به المركبات. الشارع جدا نظيف. وعلى يساري ايضا يسار يعني كما حتلاحظون بعد شوية يقع حديقة عامة، تعتبر من اكبر الحدائق العامة في محافظة اربيل. نحن الآن متجهين إلى منطقة طيراوة. هذا الشارع الآن اللي إحنا راح ماشيين به هو شارع 30 متري طيراوة. طيراوة منطقة معروفة جدا في مدينة أربيل، وتقريبا إحنا نقدر نقول طيراوة هي صايرة بمركز مدينة أربيل. في طيراوة أو شارع طيراوة أو في منطقة طيراوة توجد كافة أنواع المحلات، يعني محلات الأزياء، محلات اللحوم، محلات البقالة، في كل ما يخطر على البال. واسعار منطقه طيراوة ايضا اسعار مناسبه جدا يعني، ومن اهم الاماكن المعروفه في منطقه طيراوة القنصليه الايرانيه والقنصليه الفرنسيه، يعني ايضا هاتين القنصليتين ايضا يقعان في منطقه طيراوة. او نعم، وطيراوة هذا الشارع شايفين جدا مزدحم. ليش؟ لانه يقع في قلب مدينه اربيل، وهي منطقة احنا نقدر نقول مو هي لا هي شعبية جدا ولا هي منطقة راقية جدا، يعني منطقة وسط بين البين، يعني هي احنا نقدر نقول هي اقرب للشعبية، بس هي مو منطقة شعبية يعني. شايفين
كما تلاحظون أخواني أخواتي، المنظر الأمامي هو لقلعة أربيل. إحنا الآن متجهين لقلعة أربيل، لكن الآن راح نلتف وراح نفوت على شارع التربية. هسه راح تشوفون شارع التربية، هذا هو يسمونه شارع التربية. هذا الشارع داير مداير قلعة أربيل، وسبب تسمية هذا الشارع باسم شارع التربية لوقوع مدينة لوقوع فن مديرية تربية محافظة أربيل في هذا الشارع، فأصبح هذا الشارع يعرف بين السكان في مدينة أربيل باسم شارع التربية نسبة إلى مديرية تربية محافظة أربيل. يعني هي بناية تقع على يساري، ما أعرف إذا بالفيديو يظهر أو لا. كما تلاحظون وهذا الشارع شوية ضيق بس يتكون من سايدين، يعني جيد إلى حد ما. بالختام أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وإذا عندكم أي ملاحظات أو أي شيء اكتبوا لي بالتعليقات وإحنا بالخدمة. تحياتي لكم، مع السلامة. مع السلامة.